استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم دهس وطعن جنود. كيريو يؤكد أن سياسة نتنياهو ستؤدي إلى انهيار حل الدولتين. الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا تشعر بالأمن، وليبرمان المفضل لمواجهة الهبة الشعبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة من تلفزيون فلسطين. أعدمت قوات الاحتلال في مدينة القدس مساء اليوم شابا بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أمطروا الشاب زخات من الرصاص الحي بحجة محاولته طعن جنود. تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة الزميلة كريستين ريناوي عبر الهاتف. كريستين، مرحبا بك. كريستين؟ نعم محمد. نعم، ضعينا في صورة ما جرى في ظل عملية الإعدام الجديدة لأحد الشبان في المدينة المقدسة. نعم محمد، يعني قبل نحو ساعة من الآن تم إعدام شاب مقدسي جديد. حسب بيان شرطة الاحتلال بأن الشهيد هو من سكان بلدة بيت حنينة شمال العاصمة المحتلة، عمره 21 عاما، من سكان بيت حنينة كما ذكرت. تم إطلاق الرصاص عليه بزعم محاولته دهس ومن ثم طعن مستوطنين في حي مليء بالمستوطنات غربي القدس المحتلة. أعلن عن استشهاد الشاب، وفي هذه اللحظات من المفترض أن تتواصل الشرطة وتبلغ عائلة الشهيد بشكل رسمي ليتم الإعلان عن اسم وبيانات وهوية الشهيد للجمهور وللعلن. بطبيعة الحال جثمان الشهيد احتجز، انضم إلى حوالي 15 جثمانا محتجزا لدى سلطات الاحتلال. بهذا الشهيد وبارتقاء هذا الشهيد يرتفع عدد الشهداء حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 115 شهيدا. مدينة القدس المحتلة في هذه الأثناء نشير ونذكر إلى أنها يعني تحولت إلى صفيح ساخن من جديد بسبب دعوات الاحتلال لاقتحامات المستوطنين واستهداف الأقصى في الأعياد اليهودية في هذه الأيام فيما يسمى عيد الأنوار أو الحنوكا العبري. وجهت منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها لاقتحام الأقصى منذ اليوم وحتى الخميس للاحتفال بهذا العيد، وأيضا دعت إلى مسيرة وصفتها بالكبيرة يوم الثلاثاء لاقتحام الأقصى وتدنيس الأقصى احتفالا بهذا العيد. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من القدس. بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماع لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس سبل تنفيذ قرارات المجلس المركزي لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال. ودانت اللجنة قرار بلدية الاحتلال بفرض حقائق جديدة في منطقة ساحة البراق في مدينة القدس، معتبرة ذلك استمرارا لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. وتدارست اللجنة التحضيرات الجارية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني والمؤتمر السابع لحركة فتح ووجوب بذل كل جهد ممكن لإنجاز كل التحضيرات المطلوبة. وتوجهت اللجنة المركزية إلى أبناء شعبنا للتعاضد والتلاحم وإزالة أسباب الخلافات والانتصار لهبة شعبنا الهادفة لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. في مقر الرئاسة بمدينة رام الله استقبل السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأديب العالمي إيف غونزاليس كيخانو صاحب كتاب العروبة الجديدة والمترجم من قبل الكاتبة ولاء سمارة، بحضور رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين مراد السوداني. أشاد السيد الرئيس بالقيمة الكبيرة لكتاب العروبة الجديدة والصادر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين، مؤكدا أهمية الكتاب والمبدعين باعتبارهم النخبة القادرة على استشراق المستقبل وقراءة الغد بدقة واقتدار.
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن سياسة حكومة الاحتلال ستؤدي إلى انهيار حل الدولتين وقيام دولة ثنائية القومية، مدعيا خلال كلمة في مؤتمر سافان بواشنطن أن المستوطنات ليست مبررا للعنف على حد زعمه. ومن جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة ثنائية القومية، مدعيا أن الجانب الفلسطيني يرفض السلام. بعد أن دان في زيارته الأخيرة للمنطقة العمليات الفلسطينية ووصفها بالإرهاب، خرج وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بتصريحات من نوع آخر في مؤتمر سافان المنعقد في واشنطن. كيري وبلغة واضحة تحدث عن السياسة الإسرائيلية الحالية، محذرا من أنها ستؤدي إلى إنهاء حل الدولتين. كما حملت تصريحاته رفضا واضحا للاستيطان وتحذيرات من احتمالية انهيار السلطة الوطنية فيما لو استمر انسداد الأفق السياسي. يجب ألا نبني الكثير على هذه الأقوال، لأنه يعني واضح أنها وصلت الأمور إلى الذروة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبأن ما قاله هو فقط يعني ليؤكد لإسرائيل التزام الولايات المتحدة بصالحها، وليقول بأن السياسة الإسرائيلية الراهنة لا تدفع ليس باتجاه السلام، وإنما تدفع باتجاه يتناقض مع مصلحة إسرائيل وأمنها. كيري قال في خطابه أيضا إن انهيار السلطة وفشل حل الدولتين سيقود الصراع نحو واقع الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الغالبية العربية، معتبرا أن أي خطط لضم الضفة بشكل أحادي هو حل غير منطقي ومرفوض دوليا، ومتسائلا عن قدرة إسرائيل في الحفاظ على طابعها في هذه الحالة. هو قال بشكل واضح أن انهيار السلطة الفلسطينية لن يكون في مصلحة إسرائيل، وبالتالي هو يحاول أن ينصح الإسرائيليين ويعمل من أجل مصلحتهم باعتباره راعيا بين قوسين لما يسمى عملية السلام. ولكن مرة أخرى لا أعتقد أن كيري والإدارة الأمريكية قادرة خلال السنة الأخيرة وهي سنة انتخابات على أن تفعل شيئا، ما دامت لم تستطع أن تفعل شيئا خلال السبع سنوات السابقة. كيري وفي سياق انتقاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن على الأخير أن يثبت أن تصريحاته حول حل الدولتين ليست شعارا فقط، بل هي سياسة يجب العمل على تحقيقها، فيما اعتبر بالمقابل أن الإحباط الفلسطيني ليس مبررا ويجب أن ينتهي. تصريحات كيري في مؤتمر سافان أتت عقب تصريحات لساسة دول كبرى انتقدوا فيها تل أبيب علنا، من ذلك استنكار وزيرة خارجية السويد الإعدامات الميدانية التي يقوم بها الاحتلال، وكذلك تصريحات لوزير الخارجية الروسي ربط فيها ما بين تفاقم ظاهرة الإرهاب العالمي وعدم حل القضية الفلسطينية. اللهجة الأمريكية الجديدة التي عبر عنها كيري بتصريحاته لم تأتي نتيجة تحولات جذرية في مواقف واشنطن وسياساتها، بل أتت بتأثير من المزاج الدولي العام الذي بدأ ينتقد ويربط بصراحة ما بين الإرهاب العالمي وإرهاب دولة الاحتلال. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين، رام الله. الحديث عن الموضوع معي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هواش. أستاذ محمد أهلا بك. مساء الخير. في أي قالب تضع تلك التصريحات الجديدة لجون كيري الذي يعني عائد لتوه من المنطقة قبل عدة أيام؟ جون كيري يقول هذه الكلمات وهذه التصريحات في الغرف المغلقة للفلسطينيين وللإسرائيليين، وحذر أكثر من مرة من أن إغلاق الباب أمام حل الدولتين الذي تمارسه إسرائيل من خلال الاستيطان ومن خلال رفض التفاوض على الانسحاب وعلى إنهاء الاحتلال، يقول لها بأن إسرائيل سوف تتحول إلى دولة ثنائية قومية. هو يحذر الإسرائيليين من ذلك، وبالتالي عندما ينتقد بصورة علنية يعني السياسة الإسرائيلية، هذا انتقاد للسياسة الإسرائيلية
لا يجوز أيضا بناء أوهام على هذه السياسات، لأن مواقف الإدارة الأمريكية هي لم تتغير، هي تؤيد حل الدولتين، ولكن هذه الإدارة حتى الآن أثبتت أنها ضعيفة وأنها فاشلة وأنها لا تستطيع تجاوز المؤسسة الأمريكية التي تتبنى إسرائيل وترعى إسرائيل وتؤيد إسرائيل في كل المحافل الدولية. تمنع الاتحاد الأوروبي من طرح وعرض مشروع لإنهاء الاحتلال في الأمم المتحدة كما حدث مع إذن ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني لا، هناك فائدة. هناك أيضا تمارس الإدارة الأمريكية في السنة الأخيرة بعض الضغوط وبعض التصريحات العلنية لتبرر أيضا مواقفها وبأنها ما زالت متمسكة وبأن الإدارات الأمريكية المقبلة يعني سوف تتبنى هذه السياسات وتتبنى موضوع حل الدولتين وتقنع إسرائيل وتنصح إسرائيل بأن هذا في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى وبأنه أيضا يحقق للولايات المتحدة الأمريكية مصالح وعلاقات مع الدول العربية وفي المنطقة للولايات المتحدة. هل هذا مرتبط باستشعار خطر على المصالح الأمريكية؟ هناك استشعار بأن هذه السياسة التي تديرها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو هذه سياسة مدمرة، سياسة لا تتفق مع المصالح الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية، وبأن على إسرائيل أن تتكيف مع السياسات العامة دون أن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود، دون أن تبذل أي ضغوط حقيقية على هذه الإدارة وعلى هذه الحكومة الإسرائيلية، ودون أن تقوم بإجراءات عقابية لدولة للحكومة الإسرائيلية التي تنفذ سياسات خارج القانون الدولي، خارج القانون الدولي الإنساني، تنفذ سياسات غير مقبولة اليوم على الساحة الدولية، أصبحت منتقدة وأصبحت مثار جدل في يعني السياسة الدولية. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بأن تتراجع عن هذه السياسات وأن تحول المواقف المعلنة حيال حل الدولتين إلى سياسات حقيقية. ألا تستطيع أن تفعل يعني أي إدارة أمريكية أستاذ محمد كما فعل جورج بوش الأب، كما تعلم إبان مؤتمر مدريد وأجبر شامير بالذهاب إلى هذا المؤتمر؟ نعم، هذا مطلوب من الإدارة الأمريكية، أن تحول السياسة العامة التي تتبناها إلى سياسات وضغوطات ويعني أشكال متعددة من الضغوط على إسرائيل، لأن إسرائيل جزء من نسيج الأمريكي الداخلي، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت، إذا كانت لديها إرادة قوية حقيقية. أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية وأن تجبر الحكومة الإسرائيلية على أن تنفذ السياسات التي أعلنت موافقتها عليها، لأن حل الدولتين أصبح اليوم يعني حلا معظم الأحزاب الإسرائيلية، معظم المجتمع الإسرائيلي حتى في استطلاعات الرأي تؤيد حل الدولتين يعني باستثناء الحكومة الحالية وهي حكومة يمينية متطرفة مكوناتها من أحزاب اليمين المتطرف الذين لا يؤمنون لا بحقوق للشعب الفلسطيني ولا بالشعب الفلسطيني ولا بحل الدولتين. السؤال الأخير، يعني ما رأيناه في يعني كلمات كيري يتحدث عن أن المستوطنات غير مبررة للعنف ونسي الحديث عما يجري من انتهاك للأقصى كذلك، إلى جانب أنه الإحباط كمان مش مبرر بالنسبة للفلسطينيين، يعني ممنوع نحبط يعني كمان في ظل الواقع الأليم؟ لا، بالتأكيد يعني الإدارة الأمريكية لديها سياسات واضحة فيما يتعلق أيضا تمارس ضغوط على السلطة الفلسطينية، تطالب السلطة الفلسطينية بإدانة العمليات التي تسميها إرهابا وهي عمليات يعني ليست إرهابا لأنها يقوم بها أفراد وضد جنود وضد قوة احتلال، ومن حق أي شعب يقع تحت الاحتلال أن يستخدم كل أساليب النضال والكفاح، وهذا حق مشروع تكفل حتى القوانين الدولية تكفل لأي شعب تحت الاحتلال بالكفاح من أجل نيل الاستقلال وبكل الوسائل. الإدارة الأمريكية ترفض ذلك وتطالب السلطة الفلسطينية بأن يعني تحتوي الانتفاضة الحالية وأن تقوم بإجراءات من شأنها وقف هذه العمليات وتحمل السلطة الفلسطينية هذه المسؤوليات. هذه ضغوط أمريكية، ولكن يعني المستوى الرسمي الفلسطيني، الحكومة، السلطة، قيادة السلطة لا تعير لهذه يعني التصريحات أهمية، خصوصا وأن سبب هذه الهبة الشعبية هو الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، التضييق على الشعب الفلسطيني، حرمان الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل، إغلاق الباب أمام يعني الأمل أمام الحل السياسي، محاولة قتل الأمل أمام الشعب الفلسطيني، تيئيس الشعب الفلسطيني ودفع الشعب الفلسطيني للقبول بما تتركه إسرائيل في أي تسوية مقبلة، وهذا لن يمر. الشعب الفلسطيني لديه قيادة واعية ولديه وللشعب الفلسطيني أيضا قدرة على الصمود وقدرة على معرفة يعني الحقيقة والمستقبل والنضال من أجل إنهاء هذا الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. أستاذ محمد هواش الكاتب والمحلل، شكرا لك.
في تل أبيب أظهر استطلاع للرأي أن نصف الإسرائيليين يتخوفون من المشاركة في الاحتفالات العامة ويفضلون زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لقمع الهبة الشعبية السلمية التي فجرها شعبنا مطلع تشرين الأول الماضي احتجاجا على سياسة الاحتلال وممارساته. في خضم الهبة الجماهيرية المشتعلة في محافظات الوطن كافة، حالة من الإرباك والخوف تسود الشارع الإسرائيلي. الأوضاع الراهنة تركت تداعيات وانعكاسات على حياة الإسرائيليين الذين عبروا بنسبة 81% أنهم غيروا تصرفاتهم بفعل انعدام الأمن لديهم نتيجة المواجهات التي تندلع بين الفينة والأخرى بين أبناء شعبنا وجنود الاحتلال ومستوطنيه. المجتمع الإسرائيلي في 20 عاما الأخيرة يسير في خطوات بطيئة ولكن واضحة المعالم باتجاه التشدد والتطرف والتصلب، وكل مجلس وزراء إسرائيلي أكثر تشدد من الذي سبقه، وكل كنيسة إسرائيلية أكثر تشدد من التي سبقتها، والأحداث الأخيرة والمواجهات الدائرة الآن تدفع المجتمع الإسرائيلي باتجاه مزيد من التشدد أيضا. التغير الملموس الذي شهدته تصرفات الإسرائيليين وما زالت نتيجة عدم استقرار الأوضاع الميدانية ولدت حالة من عدم الثقة بالحكومة الإسرائيلية التي فشلت في احتواء هبة القدس رغم ما تمارسه من إعدامات ميدانية وتصاعد حملات الاعتقال والتنكيل والإرهاب الممنهج بحق أبناء شعبنا، وبالتالي فإن هذا الوضع المتدحرج ككرة الثلج دفع الإسرائيليين إلى البحث عن بديل يوفر نظرية الأمن لهم من خلال المفاضلة بين المتطرف والأشد تطرفا، حيث عبر الشارع الإسرائيلي عن رغبته بعودة ليبرمان إلى الحلبة السياسية كبديل أفضل من نتنياهو كونه الشخصية الأكثر فتكا وبطشا بشعبنا لمواجهة الهبة الجماهيرية والقضاء عليها. هذا ليس من المستغرب، لأنه كما هو معروف منذ عقدين من الزمن على الأقل أن الرأي العام الإسرائيلي يتجه باتجاه اليمين، وبالتالي هو دائما يزكي ويساند من يبطش أكثر بجانب الفلسطيني سواء كان ذلك على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي، خاصة أن سبب هذا هو أن إسرائيل نجحت خاصة قوى الصهيونية داخل الولايات المتحدة بتحييد أي ضغط خارج عليها، الأمر الذي نجم عنه أن الصراع تحول إلى كرة قدم في الساحة الإسرائيلية يتقاذفها السياسيين. تفضيل الشارع الإسرائيلي عودة رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى سدة الحكم في تل أبيب له مؤشرات خطيرة أن بوصلة الإسرائيليين تتجه نحو التطرف والتصلب، ظنا منهم أن ذلك سيؤدي إلى إطفاء النار المشتعلة في نفوس أبناء شعبنا ردا على ما يعانونه من إجراءات غاشمة، بل على العكس من ذلك فإنه سيؤدي إلى تأجيج الهبة وتصاعدها ويوسع رقعتها. تعالي ردود فعل الشارع الإسرائيلي جراء فشل حكومته بالقضاء على الهبة الجماهيرية، من المرجح أن تدخل إسرائيل في مأزق سياسي ربما ينقضي بإجراء تغييرات جوهرية في تركيبة الائتلاف الحكومي أو حله وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما استبعده خبراء. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين، رام الله. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته ومرافقه بحراسة الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، وكانت منظمات الهيكل المزعوم دعت إلى أوسع مشاركة لعصابات المستوطنين في اقتحام الأقصى بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل تزامنا مع الاحتفالات اليهودية بما يسمى عيد الأنوار الحنوكا. عيد عبري جديد يقحم الاحتلال ومستوطنوه المسجد الأقصى بشأن لا يعنيها، إذ وجهت ما تسمى منظمة الهيكل المزعومة دعوات لاقتحام الأقصى واستباحته خلال هذا الأسبوع من الأحد حتى الخميس، ودعت إلى مسيرة وصفتها بالكبيرة يوم الثلاثاء المقبل، تنطلق من البلدة القديمة إلى باب المغاربة لتدنيس الحرم القدسي الشريف احتفالا بعيد الأنوار أو الحنوكا اليهودية الذي لبى عشرات المستوطنين الدعوات لاقتحامه في اليوم الأول منها.
سياسة الاقتحام في المسجد الأقصى، تريد أن تثير خلاف حول موضوع المسجد الأقصى وحول قدسية المسجد الأقصى من أجل المشي والسعي إلى موضوع هو محاولة استملاك حصة زمنية وحصة مكانية وربما كل المسجد إلى أن تصبح قدسية يهودية وأنه ليس له أي قدسية إسلامية. هذا الهدف من الاقتحامات. وضع الأقصى على صفيح الغليان والإمعان في المساس بقدسيته في الأعياد العبرية يعد لعبا بالنار وتحويلا للصراع من سياسي إلى ديني. هذا ما حذرت منه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث تم التحذير من المخاطر الجسيمة لبناء منشآت يهودية في ساحة البراق الحائط الغربي للأقصى، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداء صارخا على المقدسات الإسلامية ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية. إسرائيل ما زالت مصرة ونتنياهو لم يتعلم الدرس ولم يفهم الرسالة الفلسطينية الشعبية والسياسية، وبالتالي هو ما زال معطي الضوء الأخضر لاقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك. نحن مستمرين في المواجهة الشعبية من ناحية على الأرض وفي التحرك السياسي وفي التحرك القانوني أيضا بالتنسيق مع الإخوان في المملكة الأردنية الهاشمية. بقوة السلاح وبطش الاحتلال ما زال أكثر من 60 مصلية ومصليا يمنعون من دخول الأقصى لتهيئة الظروف كافة لعصابات المستوطنين بالاقتحام وتنفيذ الجولات الاستفزازية يوميا ما عدا الجمعة والسبت ضمن فترتين صباحية وبعد الظهر. استهداف الأقصى بشكل مكثف في الأعياد اليهودية يؤكد أن ما يحدث في تلك الأعياد مجرد جولات من المعركة التي يسعى الاحتلال في نهايتها إلى فرض واقع جديد وما يعرقله تصدي شعب أعزل مسلح بعقيدته. من العاصمة المحتلة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وأصابت العشرات من طلبة المدارس بالاختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز في محيط مفترق طارق بن زياد وحي المدارس في الخليل. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد مرار 11 عاما ونقلته إلى مركز تحقيق في مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أراضي المواطنين هناك. بعد إغلاقه جميع مداخلها يواصل الاحتلال إغلاق المدخل الوحيد لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم من خلال حاجز عسكري أقامه على المدخل منذ 3 أسابيع، ما انعكس سلبا على حياة آلاف المواطنين في البلدة. مشهد الإغلاق هذا على بوابة النشاش وعلى المدخل الجنوب الغربي لبيت لحم هو حال المحافظة وإجراءات التقييد والحصار عليها التي يمارسها الاحتلال. فهذا الإغلاق ليس وريد اللحظة، بل هو إجراء تعسفي متغطرس بحق المواطنين، كما هو حال بلدة بيت فجار جنوب المحافظة التي تحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع بحاجز احتلالي يتربص بحياة المواطنين فيها ليلا نهارا. تعاني من مشاكل كثيرة نتيجة هذا الحاجز في إخراج البضائع، والحالات المرضية والإنسانية كذلك تواجه صعوبة جدا في الخروج. جميع مداخل البلدة مغلقة سوى هذا المدخل الذي يقيم فيه الاحتلال حاجزا عسكريا ينغص على المواطنين حياتهم ويحرمهم من ممارسة حقهم بالتنقل والحركة، لا سيما أن البلدة تعد صناعية من الدرجة الأولى وينعكس الإغلاق عليها في جميع النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. سوى حياة الناس مأساوية جدا، خاصة أنهم برجعوا من تحت 25 واليوم حتى صار يرجعوا اللي عمره أقل من 30 سنة، وهذا أثر كليا على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية حتى على طلاب الجامعات. جميع مداخل المحافظة إن لم يقم فيها الاحتلال حاجزا عسكريا فهي مهيئة في أي لحظة لتتحول إلى حاجز تتكدس المركبات على جنباته لكي تصل إلى سبيلها بعد وضعه مكعبات إسمنتية تخدم أهدافهم العسكرية. فإلى جانب سياسة العقاب الجماعي التي تمارس على المواطنين، فإن الاحتلال شرع في الآونة الأخيرة بشق طرق جديدة عنصرية تخصص للمواطنين فقط في الطرقات المحاذية للتجمعات الاستيطانية.
وماذا بعد حصار الفلسطينيين؟ في كل مرة كانت تضاعف إجراءات الحصار لم تصل إلى أي هدف من أهدافها المنشودة. عليهم أن يستخلصوا العبرة وأن يقرأوا لمرة واحدة المشهد قراءة موضوعية وعقلانية وليس قراءة مجنونة كما يفعلون. فالممارسات الاحتلالية على الأرض من حصار وجدار واستيطان هي عوامل تضييق وخناق ممنهجة هدفها تقطيع أوصال المحافظة وعزلها في تجمعات صغيرة لتنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية الكبيرة. هو عقاب جماعي يتجرعه المواطنون في هذه البلدة مع إقامة الحاجز الاحتلالي على مدخلها الرئيس والوحيد، وذلك للتضييق وإحكام الخناق والسيطرة على حياتهم وتقييد حقهم في الحركة والتنقل بأمن وأمان. من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، هاني فنون، تلفزيون فلسطين. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق محافظة الخليل بالكامل عبر نشر الحواجز العسكرية على مداخلها وبين البلدات والقرى، ما يعني تزايد معاناة المواطنين أثناء تنقلهم من وإلى الخليل. هذه ليست زفة عريس أو أزمة سير خانقة، خلفي هنا حاجز بضعة جنود ودورية احتلال حاصرت الخليل وأغلقت مداخلها. ساعة أو أكثر يحتاج المواطن للخروج من الخليل أو الدخول إليها، جنود على أطراف الشارع أو في منتصفه ودوريات تتوزع هنا وهناك، يفتشون المارة والمركبات ويدققون في هويات أصحابها. 15 حاجزا تنوعت بين بوابات وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية. سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال بحق الفلسطينيين يعيشها المواطن الخليلي بفقده حق الحركة والتنقل، حقوق تتهاوى عمدا وليس سهوا، ترتطم بالأرض التي ووري تحتها من سقط حقه بالحياة. تأخذ يعني مش أقل من نص ساعة زيادة في كل نقلي بتأخذ معاي لما أروح ألف من هنا على دورة وأرجع على حقاي وعود أطلع على بين نعيم، بروح يعني نص ساعة زيادة في كل نقلي بروح علي. وضع صعب. حواجز طيارة وإغلاق تام أو شبه تام أصبح أمرا اعتياديا، رغم أنه غير طبيعي أبدا عندما تعرقل الحركة للمواطنين داخل البلد الواحد أو خارجها. ننقل بريد، ننقل بريد لمؤسسات وشغلات زي هاد، بعض الأوقات بتعطل لتاني يوم البريد على أساس أنه ما بنقدر نوصله في نفس اليوم أو حسب الآلية المتبعة لدى الشركة تبعتنا. احنا من طالب من أول شيء من ربنا سبحانه وتعالى، بعدين من المؤسسات الدولية، من المؤسسات أنهم يشوفوا حل الوضع اللي احنا موجودين فيه. خسائر اقتصادية سوف يتكبدها المواطنون في محافظة الخليل وتبعات أخرى من شأنها عرقلة السلطة في تقديم خدمات أمنية وشرطية، وعقبات أبعد من ذلك إنسانيا. من الخليل، عرين العملة، تلفزيون فلسطين. ينضم إلينا مباشرة من مدينة الخليل العقيد محمد عطيوي، مدير الارتباط العسكري في الخليل. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. يعني كيف تنظرون وتفسرون مثل هذه الخطوات التي تنعكس بشكل أو بآخر على تعطيل الحياة اليومية للمواطن، وما هو السبيل لعلاج مثل ذلك؟ يعني مثل ما جاء في التقرير، الحقيقة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وكذلك الضغوط العسكرية الإسرائيلية التي تمارس على المحافظة، إغلاق كل مداخل محافظة الخليل وكذلك التركيز على إغلاق مداخل مدينة الخليل، المداخل الرئيسية، هذا طبعا أدى إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وكذلك عزل المحافظة عن باقي محافظات الوطن. بالتأكيد أنه هذه كل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية لم تأتي بالأمن. إحنا كارتباط عسكري وكقناة رئيسية في الاتصال مع الجانب الإسرائيلي أبلغناهم مرارا وتكرارا أنه هذه الإجراءات لن تؤدي إلى الأمن، على العكس من ذلك هي تزيد من حالة الإحباط وحالة الكراهية في المجتمع الفلسطيني نتيجة معاناته، كذلك تؤثر على الأمن الداخلي للفلسطينيين. الآن قوات الأمن الفلسطينية لا تستطيع التحرك بحرية،
قوات الشرطة لا تستطيع الوصول إلى التجمعات السكانية والقرى والمخيمات لحل إشكاليات عائلية ومكافحة الآفات وفرض النظام العام. لذلك فأنا إحنا يعني في كل المستويات طلبنا ونطالب ونقوم بجهود حثيثة لإعادة فتح الطرق وإعادة الحياة لطبيعتها في المحافظة. نعم سيد محمد، يعني في مقابل ذلك يعني كيف، ما هي التبريرات التي يسوقونها يقدمونها من أجل أن يكون هناك مثل هذه الضغوطات على المواطنين بعمليات الحواجز الثابتة والحواجز المتحركة التي تغلق محافظة بحجم محافظة الخليل وتقطع الصلات ما بينها وبين المحافظات الأخرى؟ ما هي أسبابهم، وهل يعتقدوا بأن ذلك من الممكن أن ينعكس عليهم بشكل الإيجابي الذي يتحدثون عنه؟ يعني احنا سمعنا منهم وكذلك في الأمن الإسرائيلي الحديث عن الخليل بالتحديد، الخليل بأن كل إجراءاتهم العسكرية، وطبعا هو جواب غير مبرر وغير مقنع أنه سيأتي بالأمن للمواطنين الإسرائيليين. الآن المواطنين الفلسطينيين لا يستطيعون التحرك بحرية، فقط من يتحرك بحرية على الشوارع الرئيسية هم الإسرائيليون فقط، هذا يعمق الأزمة. أما مبرراتهم حول الأمن واستعادة الأمن، فإحنا أبلغناهم على كل المستويات أن ما يعيد الأمن هو إعطاء الناس الأمل من جديد لكي يستمروا في حياتهم، وقف الإعدامات وقتل المواطنين، وكذلك تعطيل كل أشكال الحياة في الخليل. إلى جانب ذلك يعني هناك أماكن يعني في مختلف محافظات الضفة كذلك يعني فيها إغلاقات وتحكم بمسألة الحواجز المتحركة والثابتة كذلك، يعني كل هذه الإجراءات سيد محمد يعني كما ذكرت هي تعميق مزيد من الأزمة التي يحاولون أن يوفروا المناخ الأكثر لها حتى تتعمق بشكل أو بآخر. بدون شك الوضع العام في الضفة الغربية وفي محافظات الوطن هو مشابه لما يجري في الخليل، وإن كان في الخليل الحدة أكبر من حيث كل الإحصائيات تشير إلى أنه الخليل هي من أولى المحافظات التي تتصدر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ونتائجها السلبية على المنطقة بشكل عام. لذلك احنا يعني تحدثنا عن الإجراءات، إذا تحدثنا عن نشاطنا في هذا المجال، احنا طبعا بحسب تعليمات سيادة الرئيس الدائمة تعليماته كانت مساعدة الناس. نعم. يقوم الجهاز الأمني الفلسطيني والارتباط العسكري بمتابعة كل مجريات الأمور في الخليل، وكذلك على تماس مباشر مع أهالي المحافظة ومع المواطنين لتخفيف حدة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك مساعدتهم من نواحي إنسانية، حركة الإسعاف، حركة الدفاع المدني، وصول الشرطة في وقت قياسي لمكان المشكلة، الإفراج عن الأطفال المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي. بالمناسبة الأطفال في الخليل حدة الاعتقالات زادت عن الوتيرة العادية، لغاية الآن حوالي 150 طفل تم اعتقالهم، أفرجنا عن عدد منهم حوالي 50، وهذا عدد يعني لا يرضينا. لكن مثل هذه الحواجز والإغلاقات سيد محمد، مثل هذه الحواجز والإغلاقات كم يعني تضعف يعني العمل الذي أنتم يعني منوط بكم من أجل أن توفروا سبل ووسائل الراحة للمواطن في ظل هذه الهجمة من ناحية إغلاق كحواجز ثابتة في محيط المحافظة والبلدات المجاورة، وكذلك حواجز متحركة فجائية تحدث في بعض المناطق كذلك؟ نعم، نحن نطالب يوميا الجانب الإسرائيلي بإعادة فتح الطرق، كذلك نتدخل عند حدوث أزمة على طريق معين، حركة الناس والمواطنين في الليل أحيانا غير آمنة، نتدخل ونساعدهم في الوصول إلى بيوتهم. كذلك لازلنا مستمرين في جهودنا حتى يتم فتح المحافظة بالكامل. احنا أنا نبلغ الإسرائيليين، وهذا عملنا طبعا، أبلغنا الإسرائيليين مرارا أن إعادة الحياة الطبيعية وإعادة الهدوء والاستقرار للمحافظة والمنطقة بشكل عام لا يتم عبر هذه الإجراءات العسكرية التي تعمق من الأزمة.
أشكرك جزيلا العقيد محمد عطيوي مدير الارتباط العسكري، كنت معي مباشرة من الخليل. تواصل سلطات الاحتلال استهداف وسائل الإعلام ضمن سياسة ممنهجة، فبعد إغلاق 3 محطات إذاعية اقتحمت مطبعة في الخليل واستولت على محتوياتها بحجة التحريض على العنف. ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة انفينيتي بالمدينة، والتي تعود ملكيتها للأسير في سجون الاحتلال نضال القواسم، واستولت على محتوياتها والأجهزة الإلكترونية كافة بالذريعة ذاتها التي اعتدنا عليها باستهداف المؤسسات وهي التحريض. اقتحمت قوات الاحتلال الساعة 1:30 بالليل المطبعة. طبعا اجانا اتصال انه عمالهم بيقتحموا المطبعه، فجينا هون ما قدرنا ندخل، انتظرنا تقريبا ساعه لما اخلوا المنطقه وسمحوا لنا انه ندخل على هون، وجدنا زي ما انتم شايفين صور دمار، صور تخريب، صور، وجدنا مصادره لكل الاجهزه الالكترونيه الموجوده في الشركه، من كمبيوترات، من اجهزه اتصال، من شاشات، من حواسيب، اجهزه ابل، اي ماك. مشاهد التخريب والتدمير لهذه المؤسسه الاعلانيه هي ذات المشاهد التي خلفتها قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية في محافظة الخليل بعد مداهمة إذاعات الحرية والخليل ودريم وإغلاقها بحجة التحريض. إغلاق هذه الإذاعة ومصادرة كافة معداتها حقيقة يعتبر اعتداء صارخ على حرية العمل الصحفي، والذي كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. نحن نستنكر هذا الاعتداء على هذه المؤسسة، وحقيقة يعني هناك 30 أسرة الآن باتت بلا عمل بعد هذا الاعتداء الذي طال هذه المؤسسة. مراقبون وحقوقيون أكدوا أن هذه الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل ووقف هذه الانتهاكات. ما قام به الاحتلال من الاعتداء على المقرات الإعلامية وعلى الإذاعات المحلية خلال الشهر الحالي والشهر الماضي هو اعتداءات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ولعمل الصحافة ولحرية الإعلام، ومخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا مخالف لاتفاقيات جنيف. هذه منشآت مدنية لا يجوز الاحتلال الاعتداء عليها، ويجب أن نرفع الصوت عاليا من أجل وقف هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات. الاحتلال يسعى لتكتيم الأفواه التي تفضح ممارساته أمام العالم، فقد سبق ذلك تهديد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالإغلاق، ناهيك عن استهدافه للطواقم الصحفية والعاملة على توثيق جرائمه بحق أبناء شعبنا. التحريض ذريعة كافية للاحتلال الذي لا يكترث للقوانين الدولية والإنسانية، والتي تأتي ضمن سياسته الممنهجة والمتمثلة بالمصادرة والمداهمة والإغلاق للمؤسسات الإعلامية والإعلانية. ساري العويوي، تلفزيون فلسطين، الخليل. في مدينة قلقيلية أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق نتيجة اقتحام جنود الاحتلال حي النقار غربي المدينة. من أصقاع الدنيا جاءوا بألوان وجنسيات ومذاهب كلها مختلفة، ولكنهم تجمعوا تحت مظلة جيش همجي، تدربوا على أساليب القمع القديمة والجديدة وانطلقوا لممارستها بحق أبناء شعبنا. هنا حي النقار غربي مدينة قلقيلية الذي يستهدفه جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة بشكل يومي، فتارة يغرقه بالغاز السام وتارة أخرى يقتحمه بهمجية باتت معهودة. فالبيوت لم تعد آمنة، ولا المواطنون الذين أجبروا على إغلاق نوافذ منازلهم بشكل يومي خوفا من الاختناق، ومع ذلك يتسرب الغاز السام إلى الداخل، وتتعامل الطواقم الطبية مع عشرات الحالات يوميا. جنود صغار السن ولا يمتلكون الخبرة الكافية للقمع، هذا ما يتضح من خلال تحركاتهم، ولكن الواضح أيضا أنهم يأتون هنا ليتدربوا عليه بين المنازل وصوب المواطنين.
عدة إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق حصيلة اعتداء الاحتلال واقتحامه حي النقار لهذا اليوم حتى لحظة إعداد التقرير. فالقمع الإسرائيلي لهذه المنطقة يهدأ قليلا ولكنه لا يتوقف. ويستمر مسلسل الانتهاك اليومي الإسرائيلي لحي النقار وبيوته وساكنيه، ويستمر معه صمود شعبنا هنا وفي كل مكان يتعرض فيه لقمع المحتل. من مدينة قلقيلية، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين. احتج التجار في المحافظات الجنوبية على قرار حماس القاضي بفرض ضرائب جديدة على الفواكه والخضار والمواشي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار تلك السلع. لا يكاد تجار المحافظات الجنوبية يفيقون من ضريبة قطاع المواشي حتى فرضت عليهم ضريبة جديدة على الخضار والفواكه، والتي أعلن أنها ليست سوى تغيير لآلية التحصيل المتبعة لتصبح بشكل متقطع طوال العام، الأمر الذي يرفضه التجار والذين وإن كانوا متضررين فالمواطن هو المتضرر الأول والأخير. فالفواكه والخضار إن وجدها في الأسواق سيلمس ارتفاع أسعارها، حيث علق التجار استيرادهم من السوق الإسرائيلية احتجاجا على فرض الإدارة العامة لضريبة الدخل، ضريبة جديدة على الفواكه والخضار والمواشي. فوجئنا بقرار ساري التنفيذ من 1/12/2015 انه احنا لازم ندفع $30 على الطن الواحد، $30 اضافه للتعليه اللي عملوها قبل 6 شهور اللي هي 100 شيكل على الطن الواحد. فاصبح يعني لما احنا بنبيع متوسط البيع يعني الطن الواحد 1200 1300 1000 شيكل، يعني اصبح عبء كبير جدا، يعني اقرب من 25% بتصير منه رسوم، هذا صارت يعني خسارة. التجار والمستوردون طالبوا الوزارة بالتراجع عن قرارها والاستمرار في تعليق استيرادهم لحين تراجع الوزارة عن جباية الضريبة الجديدة التي ستحرم مئات العائلات من مصدر رزقهم الوحيد. الضريبة سببت اضراب، مثلا اضراب تجار في قطاع غزة، دي بتوقف اكثر من 50,000 عائلة فلسطينية بتستفيد من وراء هذا، يعني التجارة هذه اللي هي تجارة الفواكه من الجانب الاسرائيلي لقطاع غزة، مش عقد التجار يعني عقد البياعين في قلب السواق بتوقف حالهم. زي ما انت شايف اليوم منتج قطاع غزة من 2.20 شيكل ل2.80 شيكل ل3 شيكل بصل، هذه كلها هي عائدة عايش سبب فرض الضريبة والإضراب الموجود اليوم الحالي. احنا بنرفض هذه الضريبة. ضرائب جديدة بأساليب ومسميات مختلفة تنهك الاستيراد وتؤثر سلبا على الحركة التجارية، فتشل مخازنها وجيوب تجارها والمواطنين الذين يواجهون واقعهم المريرة والقرارات المجحفة بمزيد من الصبر والتحدي. صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين، غزة. أطلق المواطنون في محافظة نابلس حملة شبابية لجمع التبرعات بهدف إعادة إعمار منازل الأسرى التي هدمها الاحتلال خلال الهبة الشعبية. بعد هدم قوات الاحتلال منازل 5 أسرى في محافظة نابلس ممن تدعي أنهم منفذو عملية إتمار التي وقعت شرق بيت فوريك مطلع تشرين الأول الماضي وتسببت بتشريد عائلاتهم بعد نسف منازلهم بشكل كامل، أطلق أهالي محافظة نابلس حملة وطنية لجمع التبرعات من أجل إعادة إعمار منازلهم من خلال صندوق تم وضعه على دوار الشهداء وسط المدينة سيتم فتحه يوميا داخل أحد المنازل المهدمة. قادرين أن نقول لمن ترك هؤلاء العائلات أكثر من 22 يوما في العراء أننا نحن قادرين على أن نعيد البوصلة إلى نابلس، نعيد نابلس إلى سابق عهدها، هي أهل فيها أهل الخير. لذلك نطلب من الجميع المساهمة في هذه الحملة حتى إنجاحها، لأن كما قلت لك أن هؤلاء الشباب هم أبناء نابلس وأبناء فلسطين بالدرجة الأولى. الشيب والشبان وحتى الأطفال وآخرون من مختلف أنحاء المحافظة هبوا للمساهمة بهذا الواجب الوطني، وحتى هذه الطفلة تبرعت بما جمعته من مصروفها اليومي انطلاقا مما رأت أنه واجب على الجميع تجاه أحرار شعبنا ولمقاومة الاحتلال بكل السبل.
يعني العطاء لا يقتصر على مقاومة الاحتلال. تعزيز صمود المواطن الفلسطيني هو أحد أساسيات للصمود. الإقبال كان رائع جدا، احنا بنشكر كل أهالي محافظة نابلس، وهيك احنا عهدنا يعني احنا كشريحة شبابية هذا عهدنا فيهم، وهذا عهدهم للشهداء وعهدهم للأسرى وعهدهم لإخواننا المناضلين اللي دفعوا فاتورة باهظة من أجل هذا الوطن. هاي رسالتنا لهذا العدو الغاصب، أننا صامدون، أننا متكافلون مع بعضنا البعض، ولنا عبرة في مخيم شعفاط. من خلال 48 ساعة كان هناك منزل للعكاري، نقول نحن بمخيم شعفاط ومحافظة نابلس وجنين وكافة محافظات الوطن، نحن أهل هؤلاء الأبطال الأسرى والشهداء الذين تم هدم منازلهم من قبل الاحتلال. كل واحد موجود هنا. ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة الشبابية حتى يوم الخميس، وتبدأ منذ الساعة 10:30 صباحا حتى 7 مساء، وتعد مرحلة أولى تتبعها حملة لتأسيس تلك المنازل. ربما استطاع الاحتلال أن يشرد ويشتت العائلات التي هدم منازلها، إلا أنه لم يتمكن من هدم الروح الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد. من دوار الشهداء في محافظة نابلس، وعود مساني، تلفزيون فلسطين. وينضم إلينا من مدينة نابلس مباشرة مازن الدنبوك، منسق الحملة الوطنية لجمع التبرعات بهدف إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال. سيد مازن، مرحبا بك. يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين. نعم سيد مازن، الإقبال على مثل هذه الحملة، ونحن نعهد شعبنا بأنه يسارع في إطار حملات التكافل الاجتماعي من أجل إنقاذ المواطنين أمام إجراءات الاحتلال. بداية أخي الكريم، نترحم على شهدائنا الأبطال، ندعي لشبابنا الأسرى بالإفراج العاجل والحرية لهم والشفاء العاجل لأسرانا. نعم، أنت بدأت بالحديث، شعبنا معطاء، شعبنا يسارع دائما إلى عمل الخير، شعبنا يسارع دائما إلى إنجاح أي فعالية تكون ضمن مساعدة الآخرين، كيف لا. ومن قام بهدم المنازل هم قوات الاحتلال الإسرائيلية، هدموا أربع منازل في مدينة نابلس لمن يدعون أنهم قاموا بعملية إتمار. قمنا اليوم مجموعة من مدينة نابلس للمسارعة في وضع صندوق زجاجي على دوار الشهداء لكي نقوم بجمع التبرعات لمساعدة هذه العائلات لترميم منازلهم، وإن لم نستطيع ترميم المنازل لأننا كما علمنا من السلطة الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي يبلغ السلطة أن القرار كان هدم ومصادرة، فإن لم نستطع البناء أو إعادة ترميم الـ4 منازل سنقوم بإذن الله بتأمين مسكن يليق في هذه العائلات، لأنهم هم عائلات بالدرجة الأولى فلسطينية، أبنائهم أبناء نابلس، أبنائهم أبناء فلسطين، ليس أبنائهم هم أبناء عائلاتهم فقط، أبنائهم أبناء الشعب الفلسطيني. ما قاموا به هو عمل بطولي يرفع الرأس. أستاذ مازن، هل سيكون ذلك بمثابة النهج لمواجهة هذا التحدي الذي يحاول الاحتلال أن يفرضه على أبناء شعبنا؟ طبعا لا شك أنه سيكون نهج، ولكن هذا النهج يتطلب تكاتف وتعاضد الجميع، يتكلف الاندماج وبين جميع المؤسسات داخل المجتمع الفلسطيني، إن كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمعية أو مؤسسات أهلية، يجب على الجميع أن يتكاتف لتكون نواة وبداية لمواجهة أي شيء من ذلك النوع. والرسالة التي تبركها للجميع وأنتم تقومون بمثل هذا التكافل الاجتماعي الذي يعني كما شاهدنا في التقرير يعني كان هناك اندفاع من الأطفال حتى الكهول بعملية التبرعات. نعم سيد الكريم، لقد كان اندفاع. اليوم نحن فتحنا الصندوق في منزل أحد الأسرى،
وكان المجموع اليوم الأول 115,000 شيكل غير المواد العينية الذي لم تحصى إلى غاية الآن. رسالتنا واضحة إلى الجميع لنثبت أننا شعب فلسطيني واحد، شعب متكاتف متعاضد. نوجه شكرنا للجميع، إلى المؤسسات المجتمعية داخل محافظة نابلس. نوجه شكرنا إلى الأطفال الذين نقبل جباههم، الذين اليوم لم يتوانوا ولا لحظة لوضع ما تم من تحويشه أو من شيكل أو شيكلين لديه. نثمن دور العامل الذي وضع يوميته اليوم داخل الصندوق، نثمن دور الطالب أو الطالبة الزهراء التي وضعت مصروفها اليومي داخل الصندوق. رسالتنا واضحة، أننا شعب فلسطين كما قالوها قبلنا، ونحن شعب فلسطين هنا باقون، لن نرحل ولن نرحل، لأننا سنبقى هنا باقون ومتمسكون بالأرض ومتمسكون بجميع الثوابت الفلسطينية. السيد مازن الدنبك منسق الحملة الوطنية لجمع التبرعات بهدف إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال، كنت معي من نابلس، أشكرك جزيلا. وقبل أن نختتم نشرتنا هذه أذكركم بالعناوين. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بذريعة دهس وطعن جنود. كيري يؤكد أن سياسة نتنياهو ستؤدي إلى انهيار حل الدولتين. الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا تشعر بالأمن، وليبرمان المفضل لمواجهة الهبة الشعبية. ختام النشرة، لكم التحية وإلى اللقاء.